وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام الفضلاء، إخواني الأعزاء، في رسالة متداولة أرسل أحد الأخوة الفضلاء مكتوب فيه: أحيوا سنة التبشير والتهنئة بمجيء رمضان. أقول كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: جاءكم شهر مبارك. الآن إحنا ما زلنا في 26 من شعبان، ويقول شيخنا الشيخ الفوزان: والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يهنئ قبل دخول الشهر، إنما كان يهنئ بعد دخول الشهر. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. قد جاءكم يعني خلاص أظهر، وده بيكون لما بيكون بعد صلاة الفجر، كان من أول ليلة من رمضان، كما جاء في بعض الآثار. لكن الناس الآن يبدأون يهنئون ونحن ما زلنا في 26 من شعبان. هذا ليس منطوق الحديث وليس فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك نقول التهنئة والتبشير بمجيء رمضان نعم وردت بها السنة، والحديث قلنا عن أبي هريرة وفيه: جاءكم شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين في ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرا فقد حرم. وهذا صحه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله الحنبلي في كتابه الماتع على طائف المعارف عن هذا الحديث: أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين؟ نقول هذا كلام حق وكلام صدق، لكن بعد أن يدخل ويثبت هلال رمضان. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.